السلام عليكم ورحمة الله اخواتي الصيادين في كل مكان، مساء الخير عليكم. النهاردة انا جاي اقول لكم على طريقة العدة. في ناس كتير سألتني في الفيديوهات انت بتستخدم عدة عاملة ازاي، فانا النهاردة هقول لكم على طريقة عمايل العدة وعلى العدة اللي انا بستخدمها بصطاد بيها. خليكم معايا. دي مكنة بانكس ودي بوصة تايلاندي 4.5 متر كربون 100%. المكنة البانكس دي كلنا عارفين ان تروسها من جوه كلها نحاس فبتستحمل الحاجات التقيلة، وانا برمي برصاص 125 فلازم كمان يكون مكنة تروسها من جوه نحاس وتستحمل الحاجة التقيلة. ودي مكنة فانكس 7 ودي بوصة زنزن 4.5 متر زي ما انتوا شايفين كده. دي عدة اهم حاجة الشعر اللي يبقى راكب على المكنة، الشعر ده ما يتعداش الـ40. الشعر لما هيبقى 40 السمكة مش هتشوفه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت لما بتيجي تشوح طول ما الشعر خفيف طول ما هيبعد معاك مسافات بعيدة، ودي حاجة كويسة. لكن الشعر لو تعدى 40 اعرف 1000000% ان انت مش هتاكل معاك غير السمكة الصغيرة، السمكة الكبيرة بتشوفه وتهرب. القرادة أو الأرنب اللي هي مضايقة الناس في البحر دلوقتي، أول ما بتشوف الشعر التخين ده بتعمل قلق في المية وبتطفشك من على البحر. فأهم حاجة شعر المكنة ده ما يكونش تخين، 40 35، كل ما قل كل ما بعد معاك مسافات بعيدة. الأرم بقى بتاعت الصيد احنا بنعملها ازاي؟ طبعا كل واحد وليه طريقة. بطريقة سهلة كده هعرفكم ازاي احنا بنعمل طريقة الأرمة بتاعت التشويح. ده شعر 40 مستورد، تمام؟ هعرفكم دلوقتي احنا ازاي نقطع حتة قد ايه من القايم اللي هو بيتركب عليه الوصولات بتاعت السنون. هنعرفكم احنا بنقطع حتة قد ايه وازاي نقطع لما يكون البحر واطي او من البحر عالي بنقطع حتة قد ايه. لما يكون البحر واطي بنقطع قد ايه حتة قد ايه، ولما يكون البحر عالي بنقطع حتة قد ايه. وده شعر 30 مستورد برضو، ده اللي بتربط فيه السن، برضه هنعرفك بتقطع حتة قد ايه وبتربطها ازاي. وده السن النرويجي 5. بص معايا السن ده كده ما يتناش ابدا، مهما تعمل فيه ما يتناش، لازم تجيب بنزة عشان تقطمه، لكن ما يتناش وما يفردش ابدا وفيه راجع كويس. ده انا بستخدمه برضه. وده سن هندي 6 برضه نفس الكلام، ما بيتناش برضه خالص زي ما انتم شايفين كده، مهما تعمل فيه ما يتناش. تمسك بقى معاك دنيسه كبيره، تمسك معاك اي سمكه تقيله عمره ما يتنى، يقطم وما يتناش. ده الرصاص ال 125. طبعا كل الناس اللي بتصطاد على البحر المفتوح بتصطاد برصاصه 80 وبرصاصه 60 ويفضل ماسك البوصه كده بايده، الكلام ده ما ينفعش خالص. دي رصاصه 125 جرام عشان خاطر الخيط ينزل في الميه تثبت الرصاصه وتفضل البوصه على الرمله محطوطه، لكن انا ما افضلش ماسك البوصه بايدي كده والخيط يفضل عايم رايح جاي. خليكم معايا احنا هنبدا نعمل القرمه، هوريكم بتتعمل ازاي. طريقه سهله جدا. ده شعر 40، هناخد منه كده الطول المناسب لارتفاع الميه اللي انا قاعد عليها، مش اي طول وخلاص. هناخد ارتفاع الميه اللي احنا بنقعد عليها وليكن مثلا 1.5 متر ونقطع زي ما انتم شايفين كده. قرب معايا كده، نجيب الرصاصة كده. نجيب الرصاصة كده 1، نشد من الناحية التانية 2، ونشد من الناحية التانية 3، ونشد. بص خليك معايا عشان الناس اللي بتتلخبط في الحتة دي، زي ما انتوا شايفين الشعر هيعمل كده، ادخل الشعر كده 1 2 3 4 5.
كده نفلت سيجارة ولا خلي ولا رصاصة ولا خلي الرصاصة ثابتة ولا خلي الرصاصة متحركة، لازم الرصاصة تبقى ثابتة كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده، واشد عليها كده، انسى ان هي تفك تاني. بعد ما جهزنا دي كده نبدأ نربط السن. ده شعر 30 او 25، 25 30 بالكتير، ما يتخنش عن كده. ده طول اللي انا باخده، ونرجع نجيب السن تاني كده زي ما وريتكم اهو كده، ونجيب التاني قصاده كده، ونلف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ونرجع نربط كده تاني، نشد ده يطلع السن عدل كده زي ما انتم شايفين كده. قرب معايا كده، بص السن، تحط واحد كده زي ما انتم شايفين كده، ونرجع بالتاني كده، بقول الاثنين قصاد بعض كده، نمسك الطرف الطويل ده ونلفه كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية زي ما انتم شايفين كده، ونرجع نشد الطرف الثابت اللي هو فوق السن بس كده، ونقص الزيادة دي. بص السن بقى نازل عدل كده زي ما انتم شايفين كده بالطول ده. حد يقول لي كده طويل جدا؟ لا، الرصاصه الثقيله لما بتبقى ثابته في الميه فالشعر بيبقى ثابت في الميه كده، لازم الجزء الطويل ده يبقى مهزوز، يفضل يروح ويجي مع الموجه، عشان لو في غلنفيش في الميه او في سمك دنيس بيحب الطعم المتحرك في الميه فياكل بسهوله. بعد ما ربطنا الرصاصه والاربع سنون هقول لكم ازاي نربط السن على الرصاصه. دي الرصاصه اهي، تمام؟ اسيب حوالي 5 سم كده بالظبط، وامسك السن كده واطلع فوق بنفس الطول ده، واربط كده مرتين يونكه كده مرتين، واشد كده بنفس الطريقه دي، واقص الزياده. بعدين اجيب السن الثاني واطلع برده 5 سم كده، واربط السن الثاني. انت الوحيد اللي ممكن تعبر عن طريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين كده، واقص الزياده. بعدين اجيب السن الثالث واسيب 5 سم واربط السن الثالث ربطتين واشد. بعدين اقص الزياده. بعدين اجي على الربطه من فوق اعمل دي كده اتنين كده اهو، واربط 8 ربطات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهعمل لها قفل من تحت تاني. وانا ما فيش يعني برضه رد على حضرتك، ما فيش خلاف خالص مع المنصب، انا مش منصب عليك زي ما انتم شايفين بقت بالشكل ده، ونقص الزياده دي. دول كده احنا بقينا ثلاثة، الثلاثين اللي تحت الرصاصة طوله بيبقى قصير كده عشان ما يشبكش منك في أي حاجة في الأرض، وبنعمل زي الفيونكة دي كده 5 مرات أو 4 مرات عشان ما يفكش تاني. ثلاثة أربعة ونربط. تمام. نيجي هنا بقى تحت الرصاصة، احنا سايبين حتة خيط كده نربطها كده تاني برضو من 5 لـ8 ربطات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ونربط ونقص الزيادة.
بقى هو ده شكل القرمه كده الاخير. انا هقوم اقف عشان اوريكم شكل القرمه كده. بصوا ده المنظر كده. دي بتبقى واقفه في الميه كده، وطول ما الرصاصه تقيله لازم القرمه تبقى ثابته في الميه كده. ده منظر القرمه، شكلها سهل جدا وما فيهاش اي مشكله. وفي نهايه الفيديو احب اشكر كل الناس الجميله اللي بتتابعني، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومه. واي حد عنده اي اسئله يبعت لي في تعليق وهرد عليه. شكرا، تصبحوا على خير.